السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا زي العادة سهلة وبسيطة، مكوناتها موجودة في كل بيت، مش هنحتاج حاجة من بره، ولو احتاجنا ان شاء الله مش هنحتاج الا مكونين اتنين بس، ودول بيجوا من عند العطار. ده لو مش موجود في قلب مطبخك ومش موجود عندك، تمام؟ بس باذن الله هيكون متوفر عندك وهتبقى وصفة سهلة وعلى طول هتقومي تعمليها. طيب مبدئيا كده يا جماعه، الوصفه بتاعتنا دي خاصه بترهلات البطن، الدهون المتراكمه في قلب البطن. معظمنا بيشكي دايما من ترهلات البطن، الدهون المتراكمه، دهون الارداف، الجوانب، الكلام ده كلاته. ان شاء الله الوصفه بتاعتنا دي هتعالج كل المشاكل دي، بمعنى اصح ان هي هتقضي على جميع الدهون العنيده اللي ما بتنزلش معاك بسهوله. في اجسام دايما معدل الحرق عندها بيبقى ضعيف، وفي اجسام دايما بتبقى بسم الله ما شاء الله معدل الحرق عندها بيبقى سريع جدا، على طول بتنزل على الوصفات. الوصفه اللي احنا هنعملها دي النهارده دي يا بنات، ده ان شاء الله للدهون العنيده بمعنى اصح، يعني الناس اللي معدل الحرق عندها بيبقى ضعيف، ده ان شاء الله هتعلي معدل الحرق عندك لانها اصلا خاصه بالدهون العنيده، تمام؟ تعالوا كده يا بنات بقى نعمل لايك للفيديو، عايزه لايكات كتير للفيديو، شيروا الوصفه علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا، لان دي فعلا وصفه كويسه جدا وسهل ان هي تنزل معاك الوزن بطريقه كويسه. تعالوا كده مبدئيا كده نشوف ايه هي الوصفه بتاعتنا ونتعرف عليها. اول مكون معانا يا بنات النهارده هيبقى حبه البركه. الحبه دي ده ان شاء الله ده ذكرت في القران وطبعا كلنا عارفينها ومش تايهين عنها. دي ما شاء الله كويسة جدا، بتعلي معدل الحرق عندك وبتقضي على الدهون العنيدة اللي موجودة في الجوانب والأرداف والبطن والكلام ده كله. كمان فيها مضادات أكسدة عالية جدا، بتزود معاك معدل الحرق وكمان فيها كارتين، تمام؟ تعالوا كده يا بنات نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها ازاي. زي ما انتم شايفين انا عايزاكم تجربوا الوصفة دي، وبإذن الله الناس اللي هي دايما بتعاني من دهون الكرش العنيدة ده ان شاء الله هتحرق معاك كل الدهون دي في أقل وقت. طيب تعالوا كده نبدأ الوصفة بتاعتنا. معانا وعاء كده زي ما انتم شايفين، وهناخد معلقتين اثنين بالمعلقة الصغيرة اللي انتم شايفينها دهيت، حبة البركة. هناخد كمان معلقة كده. بعد كده انا معايا الليمون ومعايا القرفة اللي هي الدرسين، تمام؟ هنعمل بالليمون ايه؟ هناخد ليمونتين اثنين، عشان طبعا انا عندي الليمون بتاعي صغير شوية اهو، فانا هاخد ليمونتين اتنين هقطعهم كده قطع زي ما انتم شايفين، هنقطعهم كده اهو وهنعملهم بقشرهم، مش هنقشر بقى ولا حاجه، هنشيل بس الحاجات اللي فيها اهو. ده كده اول ليمونه، هناخد كمان ليمونين بالشكل ده كده. انا خدت كده اهو ليمونتين اتنين ومعلقتين حبة البركة، معايا القرفة او الدرسين زي ما انتم شايفين برضو كده اهو. طبعا الناس اللي عندها قرفة ناعمة ممكن هي تستعملها في الوصفة ديت، بس ما تستعملهاش والوصفة بتتغلي معانا. انا هغلي الوصفة بتاعتي وحطيت قرفة خشب على اساس ان انا هغلي. طبعا لو انت عندك القرفة ناعمة بلاش ان انت تحطيها وبلاش ان هي تتغلي، ممكن تحطيها بعد ما بتغلي الوصفة، بتغلي حبة البركة مع الليمون، ممكن بعد كده بتحط عليها القرفة الناعمة، تمام؟ انا معايا هو ثلاث كوبايات مية مغلية على اساس وانا بحطها على النار تغلي معايا بسرعة ما تاخدش معايا وقت. ده كده حوالي ثلاث كوبايات مية مغلية، تمام؟ ده طبعا فيها اعشاب، يعني فيها قرفه، فيها حبه البركه، معنى كده ان هي فيها زيوت طياره، فانا عايز احتفظ بيها علشان البخار بتاعي ما يتبخرش. البخار دوت بيبقى فيه زيوت طياره، فانا عايز احتفظ بيها. بعمل ايه؟ بغطيها وبسيبها على النار حوالي 10 دقائق على النار هاديه. بعد كده هقول لكم على النتيجه وهنغليها ونرجع تاني. ودلوقتي غلينا الوصفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، لما غايه اللون بتاعها بقى عامل زي البني كده زي ما انتم شايفين او اغمائي شويه، يبقى انا كده خلاص استفدت من الوصفه بتاعتي. لازم علشان تستفيدي من الوصفه بتاعتك لازم تغليها حوالي 10 دقائق على نار هاديه، ولازم تكون متغطيه بالشكل ده كده، تمام؟ عشان قلت لكم دايما البخار يا جماعه اللي بيطير دوت انا محتاجاه، لان هو فيه كل الفايده اللي انا محتاجاه، تمام؟ بعد ما بسيبها كده حوالي نص ساعة أو ساعة على الأقل لغاية ما تبرد معايا خالص، يعني انت تسيبها كده لغاية ما تحسي إن هي خلاص ما عادتش بتطلع بخار، نص ساعة ساعة على حسب.
تمام. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بشيل، انا مضطره ان انا اشيل يا جماعه علشان بس ايه اعمل قدامكم. معايا المج ده كده، المج بتاعي اهوت، وهبدا ان انا اصفي الوصفه بتاعتي بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتي اصبحت ان هي تكون جاهزه معايا، حتى لو انا صفيتها ولا حاجه في اي حاجه بغطي برضو عليها اهو، حتى لو انا صفيتها بغطي عليها بحاجه زي دي كده، تمام، لغايه ما تبرد خالص. طيب دلوقتي احنا هناخدها ازاي وهناخدها كل قد ايه؟ هناخدها مرتين في اليوم. لو انت عندك كميه زايده ولا حاجه، عملت مثلا اكتر من كوبايتين في اليوم، يعني عملت حوالي 4 كوبايات، ممكن انت تحطيها في ازاز عندك وتحطيها في الثلاجه، على اساس ان انت بدل ما بتعملي الوصفه كل يوم ممكن تعمليها مره واحده كل يومين وخلاص وتاخدي منها. يعني ممكن تعملي 4 كوبايات، بدل ما تعملي كوبايتين ممكن تعملي مقدار 4 كوبايات وتعينهم عندك في ازاز. طيب هناخدهم امتى؟ قبل الفطار بنص ساعه بنكون شاربين كوبايه زي ديت كده على الريق. قبل ما تاكلي، قبل ما تشربي، قبل اي حاجه بتكوني شاربه كوبايه زي دي. طيب الكوبايه الثانيه هتتاخد امتى؟ هتتاخد قبل العشاء برضو بنص ساعه، بيكون واخدين كوبايه من الكوبايه دي. ده كده اهوت، انا عندي المج دوت، ده ممكن يكون يعني العيار بتاعه حوالي 2 كوبايات، فانا دلوقتي هقسمه على مرتين، مره على الريق ومره قبل العشاء بنص ساعه، تمام كده. دلوقتي في ناس هتسال هتقول طب ينفع احط عليها سكر؟ لا، مش هينفع سكر خالص في الوصفه ديت. ممكن اقول لك تحط عليها مثلا معلقه عسل ابيض او اللي هو معلقه عسل النحل، ممكن تحطها عليها تحلها بيها على اساس ان الطعم بتاعها يبقى مستحب معاكي شويه، تمام. غير كده ما ينفعش ان انت تحطي سكر عادي خالص. بصوا بقى يا بنات، انا هقول لكم على حاجه، الكوبايه طبعا اللي هتفيض منك هتحطها في الثلاجه على اساس ان انت تيجي بالليل ولا حاجه قبل العشاء كده بنص ساعه، انت هتدفيها يا دوبك حاجه بسيطه كده وهتشربيها. طيب انا عايزاكم بقى قبل ما تاخدوا الوصفه ديت توزنوا نفسكم، قبل ما تاخدوا الوصفه دي توزنوا نفسكم قبل وبعد. بس يا ريت اللي هياخد الوصفه دي يداوم عليها بس حوالي شهر واحد ويشوف النتيجه معايا، هتلاقي فعلا هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا ونتيجه ممتازه. طبعا انا قلت لكم على فوائد حبه البركه في اول الفيديو، فوائدها كويسه جدا جدا وهتجيب معاكي نتيجه كويسه. بالنسبة للدهون، هتخلي دهون البطن معاكي مفيش دهون خالص، هتخلي بطنك مشدودة مسطحة، مفيش أي ترهلات، مفيش أي دهون، مفيش جوانب، مفيش أرداف، وإن شاء الله هتجربوها وتدعوا لي. وإن شاء الله كده عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، شيروه علشان الناس كتير تستفيد من وصفتنا النهاردة. انتوا عارفين الوصفة آمنة وطبيعية جدا وكلها حاجات يعني ما بتضرش، بل بالعكس هتجيب معاكي نتيجة كويسة، بس مش ومش للتخسيس بس، لأ، فيها فوائد للشعر، فيها فوائد للبشره، كل الحاجات ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.